بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله. إخواني الكرام، حنا كنتواجدوا في طريق لاباز، كنمشي حتى ديك الشركة ديال الطوبيسات. الشركة الطوبيسات نصوروا لكم هاد الدار موراها، يعني مور شركة الطوبيسات اللي المساحة ديالها إخواني الكرام تقريبا 60 متر حرة، فيها سفلية احنا غادي نصوروها كاملين دابا تشوفوها، والسطح الفوق يعني فيه بيت وكوزينة. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام. هذا مع الدخلة كاين هذا الحمام، وهنا كروار داير كما كتشوفوها. الباب هي هذه كما كتشوفوا، الدخل ديال الباب هي هذه، وهذه مع الدخله كاين هاد الكليسه هنايا كما كتشوفوها. دار مصلوحه مزيان، انتقلنا لعين المكان باش انسان نشوفه بعين المجرده. فيها هاد الصاله، صاله الكليسه، وفيها هاد الصاله هذه، وفيها صاله واحده اخرى هي هذه. كما قلنا اخواني الكرام، مدينه سلا، طريق لاباز، قريبه الشركه ديال الطوبيسات شد عليها، يعني على الطريق ديال الشركه ديال لاباز. هذه الصالونات، وهنا كاين بيت النعاس كما كتشوفوا اخواني اخواتي. نقية تبارك الله ما شاء الله. يعني هنا كاين كوزينة كما كتشوفوها، ماشي على البركة، طويرة حرة ماشي شقة، فيها السفلي كما كتلاحظوا مصلوح مزيان، السفلي والفوقي كاين بيت وكوزينة كاين الفوق. حنا غندير لكم واحد الطله الفوق باش ناخذوا واحد الفكره. على الدار كما قلنا، طريق لاباز قريبه الشركه ديال الطوبيسات اللي كاينه مدينه سلا. دار حره، مساحه حره، مساحه ديالها 60 متر، ملكيه، فيها سفلي كما كتلاحظوا مصلوح، بنيه جديده، وفيها بيت وكوزينه في السطح، ويمكن الانسان يبني الفوق، يعني يبني الفوق. هذا هو، واللي مهتم بالموضوع اخواني الكرام راه غادي يجي نعين المكان وغادي يشوف المسائل ديالو بيدو. اهلا وسهلا بكم. ارتفاع كاين تبارك الله ما شاء الله، لان الدار بنيها على يدو. هذا السطح اخواني الكرام كما شفتوا، يعني فيه بيت وكوزينه، يعني كل انسان واقف على الضاله تقريبا، واقف على الضاله، وكاين بيت، بيت وكوزينه مضالي. ممضاليش اسي محمد، هذا واقيلا ديماتيك ياك؟ هذا ممضاليش، داير له على الديماتيك. يعني اللي بغى يدير الضاله دابا راه واقف على الضاله. واقف على الضاله، جوج صفوفه ودار الضاله، ايوا ممتاز. كما كتشوفوا اخواني الكرام كاين بيت هنايا، هو هنايا ديال الدراري، كاين حتى هي البلاصه هذه. ويمكن الانسان دابا يزيد واحد، يزيد واحد الصف هنايا ويدير الضاله ديالو. هذا هو، نتمنى والله اخواني الكرام توفيق. شحال الثمن اسي محمد نقولوا للناس؟ 32. ها؟ 32. كاين 30 الثمن.
طالب مولاها اخواني الكرام 33 مليون. دريويش واش دريويش؟ كل شي واحد عنده وليداتو والمغرب والمغرب المغرب كل شي دريويش. سي محمد بارك الله فيك، هذا 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 من السيام ديالك، بارك الله فيك. ما قلت تعاون مع الدراويش تصاوب معاه ما كاين حتى مشكل. كما سمعتوا اخواني الكرام، كما قال سي محمد شي دريويش يصاوب معاه، راه 33 مليون طالب فيها حره ممتازه، الدار بني عليه الدو غزاله. هنا اخواني الكرام غادي نودعكم وغنقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم الى عقار اخر ان شاء الله بحول الله. ثمان غتلقاوه مع صاحب العقار، قال غادي يصاوب شويه واحد الدريجه اخرين في السطيح، شي مشكل في السطيح صغير فوق، شي مشكل مش مشكل. انا واقف على الضاله دابا فيها دجاج. غادي نودعكم وغنقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم الى عقار اخر ان شاء الله بحول الله. ثمان غتلقاوه مع صاحب العقار، قال غادي يصاوب شويه واحد الدريجه اخرين في السطيح، شي مشكل في السطيح صغير فوق، شي مشكل مش مشكل. انا واقف على الضاله دابا فيها دجاج، ماشي مشكل. واحد المالين هو تما حاطه هذا، دير لي القفز ديالو خا باينه قوي، باينه قفز هذا. دريويشه على كليبه، دريويشه زوينه دريويشه. صورك انا ديكلاري بيا قول لي صورتيني عاوتاني. سي محمد شكرا لك، بارك الله فيك. تما نحن نقولها للناس اللي مهتم بالموضوع، الله يطول عمرك، الله يكبر بك، الله يكبر بك. شكرا لك، شكرا لك. اخواني الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى عقار اخر ان شاء الله بحول الله. طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم، الى عقار اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.